صندوق العجب لصاحبه الأستاذ عادل الترتير اليوم رح يتحول لصندوق العسل بفقرة عفون، فخلونا نعرف كيف. مساء الخير من رام الله، مساء السعادة للجميع، وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص والمباشر مع الأستاذ عادل الشخشير. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. كيف الحال؟ يا هلا ترتيب سريع حقك علي، إحنا نابلس عشان في عنا شخشير فعلى نفس الوزن. صحيح، كلنا أهل وكلنا الله يسعدك يا رب، أنت الخير والبركة. هلأ إحنا بالبرد، الشتاء، الواحد جسمه بحاجة للطاقة. يمكن الأولاد الصغار بيلجوا أنهم يتناولوا السكريات، الحسنات، الحلويات كتير عشان تمدنا بالطاقة، فبتحاول كمان توضح لهم إيش هي فوائد العسل بالضبط؟ ما خفيش عليك، بجوز يعني هذا الموضوع يعني لحد هلأ ما تناولته بطريقة أو بأخرى، لأنه يعني دايما بجوز بتطرح أشياء أعمق وأكبر، لأنه هاي الإرشادات وهاي التوجيهات يعني ممكن يتلقوها في المدرسة، في البيت، في أي مكان. هل أنت راضي عن كمية الإنتاج العسل الطبيعي؟ دايما عندي تخوف من العسل، لأنه طول عمري لحد هلأ أظني ما التقيتش ولا مرة مع عسل طبيعي. أفضل أنواع العسل بالنسبة لك هي السدر أم الحوامد أم السنديان؟ هو أحكي لك بصدق يعني أنا ما بعرف أنواع العسل كتير، بس مش عمالي بلتقي مع عسل نقي وأصيل وحقيقي. طب عشان نوعي الناس بهذا الموضوع، كيف بدنا نحمي خلايا النحل في البرد القارس؟ أكيد بيتعرضوا خلايا النحل؟ يعني أكيد يعني المختصين بهذا الإشي بده تكون عندهم الطرق والأساليب والإمكانيات. طوائف النحل كيف ممكن حمايتها من وجود الأمهات الكاذبات؟ الكاذبات يعني هي الكاذبات هدول مشكلة، لأنه عم بنلاقي الكاذبات في مجالات كثيرة، يعني مش بس بالنحل. سؤال قبل ما نطلع للفاصل، نقول شو هو وضع عنصر البوتاسيوم في الأرض الفلسطينية؟ أكيد يعني وضع البوتاسيوم يعني موجود بكثرة، بس يعني ما في خوف من فقدان عنصر البوتاسيوم؟ لا طبعا. هذا بمختصر إجابتك؟ أكيد. أوكي. شكرا، ورح نرجع معك بعد الفاصل، فخليكم معنا مشاهدينا، ما تروحوا بعيد. أوكي، إيش معكم؟ إيش في مشكلة؟ هيك حاطين على الورقة. طيب، هو أصلاً هو بالإضافة هذا هو أخصائي زراعي ومربي نحل، صح؟ لا هو أنا الحقيقة أنا كثير تفاجأت من الأسئلة، تفاجأت كثير، بس أنا فكرت أول وهلة أول شوف لحظة. يعني أنا مكتوب لي عادل الشخشير. أنا مش الشخشير، هو عشان هيك أنا قلت لك الترتيب. عشان هيك معقول يعني أنا فكرت أنت غلطت بالتسمية تبعتي. لا أنا حسب شو بكتبوا لي بالورقة، بس أنا هيك تداركت على الهواء. فإذا في خبير نحل. أنا لما أنت تواصلت في الحديث عن الزراعة وعن النحل، الحقيقة استغربت. أول شيء في معلومات معينة أنا بجهلها بعرفهاش، بعدين أنا كانت إجاباتي غريبة. هلا أنا آسفة، حقك علي، عفوا منك إنه هيك صار، بس يعني لا، المشكلة إن احنا طلعنا على الهواء. يعني أنا ما قعدتش مع إدارة الإعداد، يعني هم بعتوا لي إياه على الإنترنت إنه مباشرة. والله ما نعرف أنا شو اللي صار لي، يعني أنا استغربت من الأسئلة وخفت إنه الوقت ضيع. أنا هلا صراحة خايفة أكون وترتك، أنت قادر تكمل معنا المقابلة؟ يعني عادي هلا أرجع، أنا توترت. بس ما هو يعني مش حول الموضوع نفسه. لا 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 لا، خلص هلا يعني بنحكي عن صندوق العجب أكثر. شو رأيك؟ تمام؟ بس يمكن كمان يعني بعرفش قديش بصير، منشوف هلا إذا حدا، إذا المخرج أنت بتقدر تعطيني إشارة إنه عاد الموقف. خلينا نرجع. أهلا وسهلا فيكم من جديد، وبنرجع بنرحب فيك أستاذنا الكبير عادل الترتير، يسعد أوقاتك. الله يخليك. يعني نحكي أكثر عن صندوق العجب، هاي الفكرة الرائدة اللي بتجنن الخارجة عن الصندوق، وقديه هي عن جد بتلامس مشاعر الأطفال موجودين عندنا ومواهبهم. أنا بشوف إنه صندوق العجب
بقدر أشبهه في صندوق العسل. حلو التشبيه. وصندوقي عشان أحط فيه عسل لازم يبقى نظيف ونقي، عشان هيك أنا بختار القصص من تراثنا الجميل العريق اللي بعيد، وبحاول أتصرف بهذا التراث وهاي الحكايات، ومش بدي أقول إن بدي أطورها بقدر ما بدي يعني أضيف إلها، وافترض إنه الصندوق ما زال عايش لليوم، وكيف اليوم بده يحكي هذا الصندوق وكيف بده. فأضفت إله وحملته بصفتي حكواتي اسمي أبو العجب. جهودكم مشكورة وبتوفيق، وتحياتنا لك شخصيا، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا فيك. شكرا كثير، والشكر أيضا موصول لمشاهدينا الأعزاء على حسن وطيب المتابعة. بنتمنى أنه هذا اللقاء نال إعجابكم. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. يعطيكم العافية. إحنا عن جد بنعتذر منك على اللي صار، بس أنا حابة أفهم، بدي أبحث لخلف أشوف إذا عنده توضيح للي صار. سمعوني وأنا أحكي عن النحل، مع أنه أنا يعني بجد ما ليش علاقة لا في النحل ولا في العسل ولا في غيره، وكانت الإجابات تبعتي جاية من واحد مسرحي عنده نظرة نقدية، يعني عشان هيك قلت الكذابين والكذابات وبصر إيش. بعد الفاصل خاصة صرت شايف هو عم بيحكي إنه الغضب هيك بعيونه والحمار على وجهه، يعني أنت كتير هيك حسستك متضايق منه. المشكلة يا أخي شو ما عملنا بصير كأنه الحق علينا كلنا. شو فكرت أنت وأنا بسأل بالأسئلة؟ إيش فكرت؟ يعني أنا أول لحظة بس شفتك بتتمادي بتكملي في العسل وفي الزراعة. شو فكرت؟ أنا ما خطرش عبالي إنك أنت غلطانة في الشخص. يعني ما خطر ببالك إنه يكون كاميرا خفية؟ شوفي أنا يعني للحظة قلت مبين إنها كاميرا خفية. كاميرا خفية. مش على الهواء. لا لا، ما هو أنتوا يعني موتوني خوف لما قلتوا على الهواء، قلت هلا راح وخلص، فكرت إنه خلص راح.